السيام جنة، السيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. السيام جنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة أخرى من حلقات الصيام جنة، وهي تتم إلى الحلقة السابقة المتعلقة بالتقوى، فسنكمل في هذه الحلقة صحبة الشيخ منذر العلاني وكذلك سي محمد شفرة هذا الموضوع المتعلق بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالشيخ منذر، مرحبا بك. مرحبا بك سي خليفة وبكل السادة المستمعين، وربي يبارك فيكم جميعا. الشيخ محمد، مرحبا بك. مرحبا بك سي خليفة، مرحبا بك كافة السادة المستمعين. الشيخ محمد، التقوى هي أساس كل خير، وهي نجاح، والخير يعم حتى المجتمع، هي فائدة وفيها خير للمتقي، ولكن إذا اتصف مجتمع أو شعب كما يقال اليوم بالتقوى فتجد الخير فيه، فلها ثمار كثيرة جدا ولها فوائد عظيمة جدا بالنسبة للفرد وللجماعة. تفضل سي محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا قد تعرضنا في الحلقة السابقة إلى مفهوم التقوى وصفات المتقين، لكن لابد للعبد أن يتبين ما أعده الله عز وجل لعباده المتقين. تو الإنسان يقول أنا كي مش نوصل للمقام هذا، مقام التقوى، شنية منزلتي عند رب العزة سبحانه وتعالى؟ المؤمن وقت يوصل هالمقام ذايا فقد وصل إلى مقام القرب من الله عز وجل، وهذه الآيات والأحاديث التي وردت في هذه المعنى في هذا المعنى لا تحصى ولا تعد. منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان. تو النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا قال هذا رجل كان يمشي في فلات في صحراء يسمع في صوت في السحاب ايش يقول؟ اسقي حديقة فلان، معناه امشي اسقي ارض فلان. فتنحى ذلك السحاب، بدا يمشي السحاب ذاك فافرغ ماءه في حراء، الماء نتاعو بدا تمشي السحابة والرجل يتبع فك السحابة ذيك وين مش تمشي، واذا به اك السحابة ذيك ولد فما امطار نازلة في ارض صخرية حر من الأرض. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، وقت اللي ينزل الماء قال بداك الماء ذاك ماشي في سرقية، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. تو الرجل وقت اللي يسمع صوت السحابة قال خنتبع أنا هالصوت اللي سمعناه، يقول اذهب فاسقي حديقة فلان. ما أمر عظيم، أنه أمر بشكل الماء ذاك يمشي يسقي البستان متاع فلان الفلاني، قعد يتبع فيه وإذا به الماء مك السقي ذيك نزل إلى بستان، يلقى راجل يدخل فك الماء ذاك يحول فيه إلى الأرض. قال فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحاب، كما قلوا نحن قالوا اسمك، قالوا عبد الله، هو نفس الاسم اللي سمعه قالوا اذهب فاسقي حديقة عبد الله مثلا. قال يا عبد الله، فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي، علش تسأل فيه على اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، أراني سمعت صوت يعيط لك باسمك أنت ويقول اذهب فاسقي حديقة فلان، يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال له كيفاش ربي سخر لك انت هالسحاب هذا ومياه الامطار باش يجي لك انت خاصة، فما امر قاعد تعمل فيه باش ربي جزاك هالجزاء هذا؟ اش قال له؟ قال اما اذا قلت هذا، بعد ما قلت لي هذا
فإني أنظر إلى ما يخرج منها أي من الأرض فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. والحديث رواه الإمام مسلم. نعم. قال وراني أنا وقت اللي يجي الأرض تعطي الخراج متاعها والمنتوج متاعها شنعمل؟ أول حاجة نخرج حق الفقراء والمساكين، مش نصف العشر ولا العشر، لا، يخرج ثلث الأرض أكثر مما أمر به. نعم. اللي توا تلقاه الإنسان ساعة ساعة ربي يعطي خيره في الأرض متاعه، في لحية زيتون وإلا قمح وإلا كذا، أش يعمل؟ إذا كان ما قصرش يمشي يعضي بعض المال كيك على الهم، يقول يا خرجت الزكاة متاع الأموال. نعم. ومن بعد نقول وش بيه، معناها للمطر حابسة ما تصبش، وش بيه وش بيه كذا فيها. قال ربي حق معلوم للسائل والمحروم. هذا حق واجب، مش معناها بخيارك انت باش ما تعطيوش. لو كان ربي يحبس عليك الامطار ويحبس عليك النبتة ذيك ما تطلعش، اش مش يكون حالك؟ لكن وقت اللي ربي يعطيك انت يلزمك تعوض. قال ملا اتصدق بثلثي واكل انا وعيالي ثلثا وارد فيها ثلثا، ياخذ هو الثلث متاعها ثم يرد الباقي متاعك الصابة هذيك على الأرض. شنو المعنى من هذه القصة وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم؟ أنه ما دمت على طاعة الله عز وجل فأبشر بجزاء في الدنيا قبل الآخرة. وهذا مما حققه الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في كتاب مقاصد الشريعة، أنه في المعنى متاع حديثه قال من اتبع هدي الله عز وجل ومنهج الله عز وجل بما أمر الله ونهى الله عنه رأى خيره وصلاحه في الدنيا قبل الآخرة. معناها لابد للمؤمن، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، قدر ما يكون المؤمن على تقوى من الله عز وجل ويكون ماشي في طاعة رب العزة ويكون متقي رب العزة، فإنه سيرى خير هذه الأمر متاع. والله أحد الإخوة حكى لي مرة، قال لي وقع قبل في تاريخ الفيضانات في القيروان وقت اللي صارت الفيضانات، الناس خايفة مخبية وقت القمح متاحها، كانوا يخبيوها في في المخازن في الديار وكذا، الناس خايفة. جاوا الرجل الكبير قالوا له يا ولدي برا مش يتفقد الصابة متاعك، قال لهم ما يصيرها حتى شيء، مش يصير لها شيء. قالوا له كيفاش عرفت؟ قالوا خرجت حق ربي فيها. امشاو من بعد يشوفوا يلقاوش كير القمح كما هي لم تمس. هذاك حسنوا أموالكم بالزكاة. بالزكاة مال. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. الشيخ الشعراوي لهنا أعطى لطيفة ممتازة برشا. قال قال إذا كانت الأرض الصماء البكماء، وقت اللي الفلاح يجي مش يحرث الأرض متاعه، مش يعمل ياخذ كيس متاع قمح يرميك البذور ذيك في الأرض ثم يستنى رحمة ربي. قال إذا كانت بعد ما تصب الأمطار وربي يعطي خيره القمحة تعطي سبولة، السبولة قدش فيها من حبة متاع قمح؟ لا يعلم ولا الله. وقت اللي يجي يحصد الفلاحك الأرض ذيك كشكارة قدش مش تعطيه؟ مش تعطيه 100 شكارة ولا 50 شكارة. ش قال الشيخ الشعراوي رحمه الله؟ إذا كانت هذه الأرض الصماء البكماء تعطيها كيسا تعطيك 10، فما بالك برب الأرض والسماء. برب الأرض ما شاء الله. معناها وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ونحن توا في شهر النفقة والإنفاق في سبيل الله، ففي رمضان ولا في غير رمضان بقدر ما الإنسان ينفق في سبيل الله قد ما ربي يخلف خير بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك شيخ محمد وجزاك الله خيرا. شيخ منذر، ما من خير عاجل ولا آجل، ظاهر ولا باطن، إلا وتقوى الله موصل له. وكذلك ما من شر، سواء كان ظاهرا أو باطنا أو آجلا أو عاجلا، إلا أيضا وتقوى الله تبعد عنه. والتقوى هي أصلح للعبد وأجمع له وأعظم له للأجر، وكما هو معروف هي جامعة لخيري الدنيا والآخرة، وتعطي للإنسان، تفتح الأبواب. والآيات كثيرة في هذا، أن الله سبحانه وتعالى بالتقوى ييسر العسير، منها قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، في آية أخرى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
فالتقوى كلها خير. تفضل شيخ منصور. تقوى جماع الخير كله. نعم. معناها وهي وصية الله عز وجل لأنبيائه، وهي كذلك وصية الله لعباده المؤمنين. فالمولى سبحانه وتعالى في مطلع سورة الأحزاب قال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر ربي سبحانه وتعالى بالتقوى، فماذا نقول نحن على أنفسنا؟ وهنا لابد أن نفهم أن الأمر بالتقوى وبالتحلي بحلة التقوى هو أمر يعني لا يستغني عنه العبد في أي حال كان وفي أي مقام كان، بدليل أن ربي سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي اتق الله. وهنا معنى الآية كما ذهب إليه كثير من المفسرين ليس معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم وحشها أنه بعيد عن التقوى حتى يؤمر أن يتلبس بها، وإنما هو أمر له صلى الله عليه وسلم بأن يثبت على التقوى التي هو متلبس بها. نعم. يعني هذا أشبه ما يكون كما تكون أنت تواسي خليفة، أنت قاعد وأنت ربما قد تهم بالقيام أو كذا، نقول لك لا أقعد. نعم. نقول لك أقعد، لأنه نقول لك أقعد وأنت الحال أنك جالس، مش معناها أمرك بشيء أنت لا تفعله، لا، كأني أقول لك استمر على الجلوس. نعم. فربي سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يستمر على حال التقوى التي هو متلبس بها، ولا أحد يعني يلازم حلة التقوى كملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لها أتقى الناس. نعم، وهو أتقى الناس صلى الله عليه وسلم، كما قال: أما إني أخشاكم من الله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر. نعم. وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فهو أتقى الناس صلى الله عليه وسلم. هنا يا سي خليفة يعني يحضرني معنى مهم جدا ونحن نتكلم عن التقوى. نعم. وهو أن التقوى يمكن يعني يمكن أن نشبهها باللباس اللي ممكن أن يلبسه الإنسان صباح ولا سمح الله ينزعه عشيا لا سمح الله. وهذا المعنى نأخذه من كتاب الله عز وجل. الآية اللي في سورة الأعراف رب سبحانه وتعالى يقول فيها: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. احنا ما لما يكون فما تشبيه يلزم فما مشبه ومشبه به وجه شبه يعني لما رب سبحانه وتعالى شبه هنا التقوى شبهها المولى سبحانه وتعالى باللباس، مدام رب شبه التقوى باللباس يعني فما وجه شبه. بيتران حيون اللوج على شنو هالوجه الشبه هذا؟ ما دام ربي شبه التقوى باللباس، اللباس من صفاته أنه قد يلبس وقد ينزع، وما دام ربي شبه التقوى باللباس. نعم. معناه فما نقطة التقاء ما بين التقوى وما بين اللباس. نعم. حتى يحسن أن يكون هناك تشبيه. نعم. ما دام ربي شبه التقوى باللباس، يعني الإنسان منا إذا كان لبس لباس يقعد طول عمره لابس خليفة؟ لا، ما ينزع، ما بده ينزع ويلبس لباس آخر. معنى التقوى يمكن مرة تقي ومرة لا. يعني معناها ممكن التقوى هي لباس. نعم. قد يلبسه الإنسان في وقت ولا سمح الله قد ينزع منه لا سمح الله، بدليل الآية ربي قال ولي البس التقوى، يعني ولباس التقوى ذلك خير. ولكن المؤمن على قدر كمال إيمانه على قدر ما يحافظ على تلك الحلة وأنه لا ينزعها. من أعظم الأدلة اللي تأكد لنا هذا المعنى في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. طيب يعني إيش معناها؟ يعني لهنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان على عفى الله الجميع على السارق أو على الزاني أو على الـ يعني لا يزني الزاني حين يزني ولا يشرب الخمر أو على شارب الخمر، بمعنى أن الإنسان إذا تجرأ على أن يشرب الخمر أو تجرأ على أن يزني أو تجرأ على أن يكذب، في الحالة هذيك سي خليفة تكون حلة التقوى موجودة؟ لا، مستحيل. يعني العلماء قالوا يستحيل أن يعصي العبد ربه في حال حضور قلبه مع الله، مستحيل، لا مش ممكن هذا يقع، أنه إنسان قلبه حاضر مع ربي ويستحضر جلال الله ويعصي ربي ما يقعش. بدليل هذا الحديث
أو قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني إيش معنى يعني حلة الإيمان اللي هي تلزم منها حلة التقوى. نعم. يعني الإنسان عفى الله الجميع إذا تجرأ على القيام بالزنا، يعني عبارة كأن والعياذ بالله الإيمان متاعه حلة التقوى كأني كسوة نحاها. أو وكذلك شارب الخمر ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وكذلك السارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. إذن في الحالة هذيك يعني يخشى على العبد إذا مات على ذلك الحال أن يموت على سوء خاتمة، نسأل الله السلام. نسأل الله السلام. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذرنا من أن نحن يعني نتبع خطوات الشيطان، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يعني إذا كان الإنسان ما يكونش عنده روح ويكون يعني النبي حذرنا من أن يكون أحدنا إمع، قال لا تكونوا إمع وإنما وطنوا أنفسكم. يعني الإنسان يكون صاحب مبدأ، يعني ما يخليش الإنسان نفسه يقع في الزلل. وهذا ربما يجرنا على أن نتكلم على الأشياء اللي تخلينا نحافظ على حلة التقوى، وربما هذه نزيد نتكلم فيها. يعني ما هي الأشياء اللي تعيننا على المحافظة على حلة التقوى؟ هكا ولا يا سيخ؟ بارك الله فيك. نعم. شيخ. نعم. إذن هي اللباس الذي يجب ألا ينزع. نعم. أن يكون مع العبد في ليله ونهاره. نعم. في سره وعلانيته، في إقامته وسفره، في نعم. كل شيء. نعم. تقوى الله، لأن هي التي ترشده وتهديه إلى الطريق المستقيم. نعم. هذه التقوى. نعم. تقوى الله كما ذكرت. نعم. كما ذكرنا بكري قلنا الإنسان حين يسمع بالتقوى وهذا اللباس وذلك خير، قال رب سبحانه وتعالى ذلك خير. نعم. يعني هو فيه خير المسلم، فكيف يسعى لها المؤمن؟ كيف يمكن أن تكون فيه؟ ذكرنا احنا قبل. نعم. في الحلقة. نعم. الماضية. نعم. قلنا هو أن يخشى الله تعالى وأن يخافه. نعم. وأن يستحضر عظمة الله تعالى ورقابة الله تعالى له في كل أوقاته، في كل أمر وفي كل نهي. نعم. إذا همت نفسه بترك أمر فيخاف الله ويتقيه. نعم. فلا يترك ذلك الأمر. وكذلك إذا حدثته نفسه بمعصية أن يفعلها أو غير ذلك فأيضا يترك هذا الأمر. نعم. عنا من الأشياء ربما التي يمكن أن الإنسان يكون متلبسا بهذا التقوى هو محبته لله تعالى، معرفته لله. نعم. تعالى أولا. نعم. ومحبته لله تعالى. نعم. فيخشى ويستحي أن يعصي الله تعالى في أي أمر نهاه عنه. نعم. أو أن يترك واجبا أمره به الله تعالى أن يتركه حياء خوفا اتقاء من الله تعالى، باعتباره أنه قد علم حقيقة ربه. وربما هذه لها علاقة في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حتى أن كثير من العلماء يقول لك هذه الآية كيفاش أنا ديما باش نكون عابد ربي، هني نرقد هني كذا. بيّن بعض العلماء أن الإنسان حتى في نومه يمكن أن يكون عابدا لله. نعم. تعالى 24 ساعة. نعم. يكون عابد. نعم. تفضل. بالنية الحسنة. بالنية. نعم. يعني إذا كان عندما يأتي لينام يعني ليريح جسمه باعتبار أن جسده أمانة وأنه يقوم لينهض لعبادة الله وأن يصلي الصلاة في وقتها يصير نومه كله فطاعة. نعم. يعني إذا كان لو أنه الإنسان في نومه ينوي نية حسنة يولي عنده معناه ممكن ثلث عمره أجره هو رقد، لأنه اللي عمره 60 سنة إذا كان هو يرقد في معدل 8 ساعات يعني هي ثلث 24 ساعة، يعني عنده 20 سنة نوم. هذا إذا كان هو ينام بنية حسنة أني نرقد باش نريح بدني اللي هو أمان أعطاه لي ربي وأني أتقوى به على العمل اللي ربي أقامني به ربي في الدنيا وباش نطيع به ربي، يولي عنده 20 سنة عباده وريق بالنية الحسنة. نعم. هذا تقلب العادات إلى عبادات. هنا سي خليفة قبل ما نزيد نتعمق في الأشياء اللي تعيننا على تحقيق التقوى، الآية اللي احنا بصدد الكلام عنها آية سورة الأعراف
لما قال ربي سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير. ما قلنا مادام فما تشبيه فما وجه شبه. وإحنا قلنا الوجه الشبه هنا اللي احنا خذيناه أنه بما أنه اللباس يلبس وينزع فكذلك التقوى، يعني ممكن تلبسها صباحا وتنزعها عشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يصبح في الزمن الفتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا إش ثم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل أو كهذا يزيد يأكد أن الإيمان والتقوى حلة ممكن تلبس وتنزع، نسأل الله السلامة والعافية. هنا فما معنى آخر وهو أن اللباس طبعاً كي نلبسه لباس، اللباس ماذا يفعل للجسد متاعنا؟ يستره. يستره. فكما أن اللباس يستر ما في البدن من العيوب وما فيه من العورات، فكذلك التقوى تستر ما فينا من النقائص. نعم. هذا وجه شبه آخر. نعم. وهذا سبحان الله هذا معنى أنا أذكر لما كنت أدرس لبعض التلاميذ وحبيت أنهم بيوصلوا المعنى أن التقوى تلبس وتنزع كاللباس وكذا. أحد التلاميذ وقتها قال لي اللباس يستر العورات، فسبحان الله جاء في قلبي أنه مدام هي اللباس يستر العورات فهو كما يستر العورة الحسية فهو كذلك يستر العورات المعنوية المخفية. نعم، ذنوب والمعاصي عورات. يعني الإنسان لما هو يمسك لسانه لأنه ربي أمره بذلك فهذا تحقيق للتقوى، هذا يخليه ما يقعش في اغتياب الناس، يخليه إذا كان في قلبه شيء من الكدر ولا من الحسد ولا من الغيرة ولا كذا تولي ما تظهرش. فإذا التقوى هي لباس، لباس اللباس كذلك يجمل، فكذلك التقوى تجمل صاحبها. يعني شفت هنا المعاني متاع كلام رب سبحانه وتعالى. إذا فالتقوى هي يعني لباس ممكن الإنسان يحافظ عليه وممكن لقد الله يتخلى عليه، كما أن اللباس يستر عورة البدن فكذلك التقوى تستر عورات الإنسان ما فيه من العيوب، كما أن اللباس يجمل فكذلك التقوى تجمل العبد. هنا توا السؤال اللي أنت توا طرحته عليه سخريفة اللي هو كيفاش نحققوا هالتقوى هذي؟ نعم. وكيفاش نحافظوا على هالحلة العظيمة اللي هي حلة التقوى اللي هي تلازمها حلة الإيمان؟ أعظم باب لهذا هو الالتجاء إلى الله عز وجل، لأنه رب سبحانه وتعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، واللي يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظه من شر نفسه ومن الشرور التي حوله ومن شر الشيطان ومن شرور يعني أصحاب السوء وغيرهم، فإن الله لا يتخلى عن العبد لأنه كما قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فهنا يحضرني دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما أتذكر أنه رواه الإمام الطبراني من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أشهدك أنك إذا كلتني إلى نفسي كلتني إلى عورة وذنب وضيعة وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك. شوفوا هالدعاء العظيم الجميل الذي خرج من فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني سيدنا رسول الله اللي يقول أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، انظروا ماذا يقول، اللهم إني أشهدك شهادة أنك إن كلتني إلى نفسي، يعني لو تتركني لنفسي فإنك تكيلني إلى عورة أو كتولي تخرج العيوب، إذا كانت هزت حلة التقوى العيوب متاع الإنسان تظهر. نعم. كلتني إلى عورة وذنب، والإنسان يقع في الذنوب، وضيعة وخطيئة، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني، أو كان هنا معنى الالتجاء إلى الله. الإنسان يتوكل على الله، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني، يعني أنت يأست من نفسك التجأ ارمي بحملك على مولاك. ولذلك أنا أنصح نفسي وكل إنسان استعصت عليه نفسه في زلة من الزلات يحبش يتوب منها في رمضان أو بعد رمضان يثبت على الابتعاد عنها، نقول التجي إلى الله، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي قالوا أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، لأنك لو التجأت إلى الله التجاء مضطر، يعني إنسان نفسه غلبته، مثلا إنسان عفان الله وإياكم مدمن على شرب الخمر يحب يقلع
ونفسه ديما غلبته. إنسان مدمن على المخدرات، إنسان والعياذ بالله مدمن على الزنا، إنسان مدمن على النظر إلى المحرمات، إنسان لسانه ديما يقع في أعراض الناس، يحب يتوب يقول راني مانيش منجم، نقول له يعني التجئ إلى الله وأكثر من الدعاء وأصدق في الالتجاء لو صدقت لأجابك. نعم، لأن رب سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعا. بارك الله فيك شيخ، سنعود إلى هذه البيانات إن شاء الله والتوضيحات بعد هذا الفاصل إن شاء الله. الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة، الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عدنا من جديد إلى هذه الحلقة المتعلقة بالتقوى. توقفنا الشيخ منذر، قلنا ما يعين على التقوى. نعم. من الأشياء التي تعين على التقوى، لو تزيدنا من هذا الأمر ونواصل في هذا. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يبارك فيك سي خليفة. يعني احنا بدأنا حديثنا على قلنا أنه أكبر عون للمؤمن على تحقيق تقوى الله عز وجل هو الالتجاء إلى الله، وأن يتجرد العبد من حوله وقوته، وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى العون والحفظ بما حفظ بأن يحفظه، يعني العبد يطلب من الله أن يحفظه بما حفظ به أنبياءه وعباده الصالحين، فإن الله سبحانه وتعالى حاشا أن يخيب العبد. ولذلك إذا كان العبد يقول راني أنا التجأت إلى الله ودعيت ربي ما استجاب ليش، يقول له التجاؤك غير كامل. نعم. لأنك لو التجأت التجاء المضطر لأجابك، لأن ربي وعد قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وهنا سي خليفة فما معنى يعني ذكره العلماء هكا جميل جدا وطريف في هذه الجزئية، وغرضي من أني نركز مع النقطة هذه أنه باش نقويوا التجاءنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة مهمة. نعم. أنه سر الإجابة في يعني في قوة الالتجاء إلى الله. نعم. كما صار للمسلمين في غزوة بدر ونحن في رمضان ذكر غزوة بدر، شوف ربي إيش قال، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. حط تحتها 100 ستر. نعم. يعني وقت اللي الصحابة هم خرجوا بشي يعرضوا قافلة لقوا رواهم أمام جيش عرمر، يعني تقطعت بهم الأسباب، مش مخذين أسباب أصل حربهم. يا ربي انتهلك هذه العصابة من المسلمين، لن تعبد في الأرض بعد اليوم. والنبي يدعو حتى سقط رداءه والتزمه سيدنا أبو بكر. قالوا يا رسول الله إن الله منجز لك وعد، فربش قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. ولذلك لهنا الرب سبحانه وتعالى ذكر حال المشركين اللي هما يعبدوا مع الله آلهة أخرى، كيف أنهم إذا جاءوا في موقف تحققوا فيه الهلاك لا يلتجئون إلا إلى الله. قال ربي وإذا غشيهم موج كالظلل، تخيل أنت الفلوكة تهبط في الأمواج، تولك يغزر من فوق يراك أمواج فوق تقول عليها جبل فوق راسه، معناه يتحقق الهلاك والموت. إيش قال ربي وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن هم في اللحظة ذيك أخلصوا الالتجاء ولا ما أخلصوا؟ أخلصوا. قال ربي فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يشركون. طيب هنا وهذا المعنى تكرر في سورة سيدنا يونس وفي سورة العنكبوت وفي أظن في سورة الروم في مواطن عديدة. كيفاش أنهم المشركين وقت اللي يلتجؤوا إلى الله ربي نجيهم، وقت اللي نجيهم يرجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر. هنا المفسرين قالوا المولى عز وجل يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كيف استجاب الله لهم مع أنهم مشركون ومع أنه يعلم سبحانه أنهم سيعودون إلى الكفر؟ نعم. يعني سؤال مهم جدا. مهم. كيفاش رب يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال واستجاب لهم نجاهم وقت اللي دعوا؟ هنا قالوا العلماء لأنهم في تلك اللحظة أخلصوا الالتجاء إلى الله، والله عز وجل
من دعاه دعاء مضطر استحيا أن يرده ولو كان كافرا. يعني فلما أخلصوا في تلك اللحظة استحيا الله أن يردهم. فإذا كان هذا حال المشرك أن رب استجاب له عندما أخلص الالتجاء إليه، فما بالك بالمؤمن؟ يعني من باب أولى أن يستجيب نعم الله. نعم كانوا صادقين نعم عند الدعاء. نعم ولذلك معناها هيك هو سلاحنا، هو الدعاء والالتجاء إلى الله. والإنسان حتى لما نفسه تستعصي عليه ولا ابنه يستعصي عليه في هدايته ديما ادعي بالخير ادعي بالخير، لا تدري ما هي اللحظة اللي ربي سبحانه وتعالى نعم يكرم فيها بالإجابة. كذلك مما يعين على تحقيق التقوى الصحبة الصالحة. يعني إذا كان الإنسان كما قالوا قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. يعني كيف إنسان يريد أن يكون من المتقين وهو يجلس مع أهل السوء؟ هذا لا يكون، لأنه مع من تكون بحاله تكون. نعم. فالإنسان يحرص على الصحبة الصالحة. كذلك كثرة ذكر الله عز وجل، أنه الإنسان لا يزال لسانه رطبا بذكر الله. الله والإنسان إذا ذكر الله فإن الشيطان يخنس وتنقطع الخواطر السيئة على قلب العبد المؤمن. كذلك من الأمور التي تعين على تحقيق التقوى العلم والمعرفة بجلال الله وبشرع الله عز وجل. الإنسان إذا علم عظمة الله وسطوته وقدرته وأنك إذا عصيته قادر على أن يهلكك لا سمح الله، وأنك إذا أطعته يدخلك جنة عرضها السماوات والأرض، وعندك يقين بهذا وتعرف ما هو حلال وتعرف ما هو حرام، فإن هذا من أوكد الأمور التي تعين الإنسان على تحقيق التقوى. وهذاك علاش في الحديث كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت يقال لك وماذا عملت فيما علمت، وإن قلت جهلت يقال لك وما عذرك فيما جهلت ألا تعلمت، أي لماذا لم تتعلم. في النقطة هذه شيخ إذا كان تسمح فضل. هو كيف ما قلت معرفة الإنسان بربه ينعم. وبالحلال والحرام بكتاب الله تعالى وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام هي من الأسباب اللي تجعله يتقي الله تعالى. نعم. ربما في الوقت الحاضر احنا نشوف ما شاء الله يوميا فما ناس من خارج الإسلام تدخل الإسلام وتعتنق الإسلام. نعم. بعد ما درسوا عرفوا حقيقة القرآن وحقيقة الإسلام وحقيقة الله. نعم. فهذا اللي خلاهم يعتنقوا الإسلام ويتمسكوا به ويمشوا على النهج الصحيح. أكيد. فالعلم يعني لا شك العلم لابد من نعم يعني الإنسان إذا علم عظمة الله وعلم قدرة الله سبحانه وتعالى من خلال حتى العلوم الحديثة، يعني مثلا علم الطب الإنسان، علم الفلك، علم الكيمياء، الإنسان لما يتعمق في هذه العلوم تورثه الخشية. هذيك علاش رب سبحانه وتعالى في سورة فاطر يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أكثر الناس خوف من الله هم أكثرهم علما. لماذا؟ لأن العلم سيجعلك تدرك عظمة الله. يعني أنا أذكر أحد العلماء اللي هو في علم التكنولوجيا وما يسمى بصناعة الليروبو، يعني الإنسان الآلي اللي هو يحاولوا باش يردوه يعني على قدر من الفهم والذكاء. المهم عاد هذا الطبيب أنا شفته في إحدى القنوات البرنامج هذا يقول راه البشرية مهما تطورت لا يمكن أبدا أن هي تعمل كما يقولوا إنسان آلي عنده مثقال ذرة مما عند الإنسان من الشعور بالحب وبكذا وبكذا وبكذا. وضرب على هذا مثال قال الدماغ متاع الإنسان، يعني العلماء يقولوا أنه فيه تقريب 86 مليار خلية. تخيل هذا الكم، صنع الله، يعني صنع ربي سبحانه وتعالى. 86 يعني الدماغ متاعنا فيه يتكون من 86 مليار خلية، وبين كل خلية وخلية ما 86 مليار هذوما فما روابط اللي تقريب عدده يصل تقريب إلى 10 روابط اللي هما تابعين كل خلية. فأضرب أنت 86 مليار خلية في العشرة روابط قديش تلقى عندك من خلية وقديش تلقى عندك من روابط، يعني شيء سبحان الله العظيم، سبحان الله، يعني شيء عظيم جدا. فأنا لما ألويش جبت المثال هذا نعم. معناه إنسان لما يدرس العقل متاع الإنسان ويراها السر العجيب وقديش حجم كل خلية اللي هي ما شيء يعني لا يرى بالمجهر،
وعندها روابط وعندها وظائف وتنقل المشاعر وتنقل الصورة وتنقل الصوت والحركة، معناه شيء عظيم جدا اللي هو يقع في أجزاء صغيرة من الثانية. يقول ما لا يسعه إلا أن يقول آمنت بالله. فلا شك أن التعمق في معرفة الله بما أودع في هذا الكون، ورب قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من أعظم العوامل اللي تقوي الإيمان. وإذا قوي الإيمان الإنسان يولي يلتزم حلة التقوى بإذن الله. نعم بارك الله فيك شيخ. لو كان تسمح شيخ، نعم، ناخذ التقوى شو تأثيرها. احنا توا نعرفوا المال والدنيا واحد اضغاط على برشا كثير من الناس ويتنافسوا فيها وقطعة الرحم بسبب الدنيا والمال وغيرها وغيرها. نعم. انا اذكر موقفا للمبارك. المبارك هذا هو ابو عبد الله ابن المبارك اللي هو معروف مؤسس علم الحديث وعالم من العلماء. نعم. المبارك هذا كان يعمل حارسا في بستان لرجل من الاغنياء. نعم. فبعد سنوات الرجل صاحب البستان أتى بأصحابه إلى البستان وأمر المبارك أن يأتي له بشيء من الثمار. وقتها فما ثمار موجودة ناضجة وحاضرة، قالوا جيب لنا شيء من الثمار باش يقدموا لأصحابه. مشى ابن المبارك وجاب الثمار، نحاها وقت اللي حطك الثمار هذيك وأكلا منها ابن أكلا منها صاحب البستان والبعض، لقاها حامضة مازالت ما طابتش. نعم. مع أن البستان فيه اللي ناضج وفيه اللي طيب. فأغضب هذا صاحب البستان على المبارك وقال له كيف تأتي لي بثمار حامضة مازالت ما طابتش وتفضحني وتحب معناها قدام أصحابي وغيرها وغيرها. قال له لا أدري، إني لا أستطيع أن أعرف ما هو الحامض وما هو الناضج. قال له كيف تقول هذا وأنت عندك سنوات تخدم في البستان ما كليتش مرة من الثمار؟ قال له أنت طلبت مني أن أحرس البستان ولم تقل لي كل من الثمار، ما كليش معنى عنده سنوات ما كليش حتى ثمرة ولا قطف ثمرة. استغرب الرجل هذا صاحب البستان، وبعد اللي روح أكل حديث قعد في فكره اللي قاله المبارك كيف هذا الرجل لم يأكل ولم يذق هو يعمل عنده سنوات وعنده بنته يخطب فيها صاحب البستان. فنادى المبارك وقال له إني أستنصحك في أمر، تنصحني في حاجة. قال له عندي بنتي برشا يخطبوا فيها باش تنصحني لشكون نزوجها. اش قال له؟ شوف الجواب نتاع الناس اللي تعرف هذا حارس بستان. نعم. قال له ان العجم يزوجون للجمال وان العرب يزوجون للنسب وان المسلمين يزوجون للدين، فاختر انت لابنتك ما شئت. فكر شويه البدايه صح. الاول بداش بالعجم. نعم. قالوا يزوجون للجمال اختاروا الجميله. نعم. والعرب يختاروا النسب ومعروف هذا عند العرب. وإن المسلمين يزوجون للدين، فاختر لابنتك أنت ما شئت. فصمت قليلا وثم قال صاحب البستان وأنا سأزوجها للدين لصاحب الدين وأخطبك أنت لها وتزوج بها الحارس المبارك وأنجب ذرية صالحة منهم عبد الله ابن المبارك هذا اللي هو مؤسس علم الحديث ومعروف في العلم. هذا يا شيخ طوى مدة أقل من عام إحدى الأخوات بالهاتف كلمتني وتوفى زوجها وتركلها أبناء يتامى صغار وسألتني سؤال والله دمعت عيناي بسؤالها وقلت في الوقت هذا توا وفما ناس كيف نهكا. اش قالت؟ قالت راهم بعض الناس، وهي ما عندهاش فقيرة، بعض الناس يعطوني بعض المال الصدقة ويقولوا لي هذه لاك ليتام لاك ليتام، فراني انا هذه كنخليها على جهة وحتى كنطيب لهم منه ما ناكلش منه
ما قالوا ليش ليك انت ولا للايتام، قالوا للايتام يعني لولادي، من حقي انا ناكل منها ولا ما ناكل؟ شك السؤال. شوف المرأة اللي خايفة كي تاكل منها ربما مش بتاعها، مع انه هو لولادها وهي اللي طيب لهم وهي اللي تنفق عليهم. سبحان الله. شوف بكر نتحدث على اتقاء الشبهات ونتحدث على هالاشياء هذه. فهذه هي كثير. تفضل شيخ. الحمد لله، يعني الخير مازال في الامه الحمد لله. مازال الناس اللي هي يعني تتورع عن الوقوع في الحرام، نسأل الله ان يجعلنا منهم. امين. لانه الورع عن الحرام يعني هيك من صفات المتقين. هذاك علاش كما سبق ان ذكرنا قول العلماء لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة الوقوع فيما فيه بأس أو حذر الوقوع فيما فيه بأس. يعني هذا من كلام العلماء. وهذاك علاش قلنا سي خليفة يعني مهم جدا للناس اليوم الإنسان اللي هو قدوة، العالم الذي يعمل بعلمه. لأنه كما قال بعضهم عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. ما شاء الله. نعم نعم. عمل يعني لما يكون إنسان هو قدوة حسنة، يعني الناس من غير لا يتكلم يراوه صادق ويراوه أمين ويراوه ما يمدش إيده ويراوه حافظ لسانه ويراوه هادئ ويراوه ما يغضبش. هذا هو كفرد. عمله في قبيلة خير من قبيلة كاملة تجي تعظ واحد شخص بعد هذا يقول له صلي وهذا يقول له اتقي ربي وكذا، ولكن لا يرون منه سلوك. فعمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. علاش؟ لأن الإنسان يتأثر بالقدوة. نعم يتأثر بالسلوك. وهذاك علاش سيخريفة بارك الله في طوى مثل هذه القصص مهمة جدا. كما أن بعض العلماء يقول قصص الأنبياء وقصص أهل الفضل والصلاح جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده المؤمنين. قالوا ومصداقه قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني إذا كان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ربي قص عليه قصص الأنبياء السابقين من قبله حتى تكون له عون وتزيد تأيده على أن يثبت على ما يجده من أذاء المشركين. فما بالنا نحن؟ يعني فالإنسان لما يراه قدوة أمامه، يراه إنسان كيفاش ثابت ويضحي لأجل الخير ويراه فيه الورع، ربي سبحانه وتعالى يكرمه بإذن الله. نعم، خاصة القدوة هذه تتأكد في الأسرة. أكيد. في الأب والأم إذا كان هو سلوكهم طيب ويتحلاوا بالتقوى ويتحلاوا بالأخلاق العالية. نعم. فأكيد مش ياخذوا عنهم الأبناء هذوك. ربما والله بعض الأشياء ساعات تلقى أبناء منعرفة تسأل على بعض بياتهم تلقاهم ما هم ماشي ما ربوهم وشكل هم بديهم يحتاجون إلى إصلاح الأخلاق. نعم. وهذايا ربما المنتشر توا عندنا ونعرف دور هذايا الأباء. حتى أنه الشيخ رضا ذاك النهار تحدثنا قلنا نعمل حلقة فيما يتعلق بتربية الأبناء خاصة ودور الأولياء الأب والأم. والرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث على الأب والأم وقت قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. احنا تفضل عندك تعليق على هذا؟ تفضل. لا هذا بارك الله فيك تفضل. يعني هذا هو نسأل الله أنه ربي إن شاء الله يحقق فينا التقوى. ولا شك أنه شوف معناها هو من أعظم ثمار التقوى اللي معناها يعني لا ينبغي أن نغفل عن ذكرها في هذا المقام هو أنه ربي سبحانه وتعالى بين شنية الثمار. أو أنت يوسي محمد بن بكري أعطانا يعني بعض ثمار التقوى. ربي سبحانه وتعالى يعني ذكر مجموعة من الثمرات اللي يعطيها للمتقين. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال يعني هذه المعاني اللي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين أنه راهي ما فماش حلة يتحلى بها الإنسان أعظم من حلة التقوى. يعني يكفي أنه الإنسان الذي يتق الله عز وجل ربي يجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. يعني هذا الإنسان بقديش يشريها معناها أنه إنسان يكون أنه ربي سبحانه وتعالى يتعهدك بأنه يخرجك من كل ضيق تقع فيه. قال ومن يتق الله يجعله مخرجا. والله يذكرتني
سي خليفة وانت تو تدخلنا في قصة المرأة هذه. يعني مرة أنا في جامعة سيدي غيث وقتها نخطب جاني شخص قال لي راني أنا حالي المادي ضعيف وراني قاعد نقوم بعمل ما نعرفش شنو الخدمة اللي يخدم فيها. قال لي والعمل متاعي نحتاج فيه الجهاز متاع كمبيوتر مهم جدا في العمل متاعي. قال لي وانا ما عنديش فلوس باش نشري جهاز متاع كمبيوتر وما لقيتش قدامي إلا اللي أني نشريه بطريقة ربوية وما لقيتش شكون يسلف. قال لي كيفاش باش نعمل أنا وما قدامي إلا أن نستعمله بالربا. قلت له يا سيدي شوف، قلت له البيع بيع والربا ربا، وربي قال وأحل الله البيع وحرم الربا. قلت له اتق الله وأترك أن تقدم على شرائه بالربا، وقل له يا ربي تركته لأجلك وأنا محتاج إلى هذا الجهاز للعمل متاعي ولطلب الرزق الحلال، فيسره لي من باب حلال. قال لي كهو مدام قلت هيك، قال لي بحولي مانيش باش ناخذ وتو نصبر وان شاء الله ربي يجعل لي مخرج. بعد مده معناها ماش تقريبا يكون عام ونص ولا بعد، جاني انا كملت الخطبه وجاني واحد هكا عينيه ملقانه بالدموع وكذا. قال لي يا فلان، قال لي راني انا اللي جيتك كذا منذ كذا وقلت لي على الكمبيوتر، قلت لي اصبر وكذا. قال لي راني حبيت مبشر، قلت له ان شاء الله خير. قال لي راني انا قعدت نلم كل مره شويه شويه فلوس على اساس أني باش نلم مبلغ، وقلت نشري حتى جهاز كمبيوتر حتى مستعمل، ولكن قدرني ربي باش نلم حقه الكل ونشريه. قالوا إذا به بعد مدة وأنا قاعد نلم، واحد من أقاربي قال لي يخدم هو في إيطاليا يجي من الصيف للصيف، قال لي كلمني بالهاتف قال لي يا فلان ما كنت في سمعت بك اللي أنت تحب على جهاز كمبيوتر، قال له برهن وجايك كولي برهن وتاخذها وجايك هدية بلاش. معناه شوف من اللي هو كان باش يلم في الفلوس وباش يشريه يعني مستعمل ولا باش يشريه جديد ولا كذا، لما هو صبر ربي سبحانه وتعالى أرسله إليه هدية. وهذا مصداق قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهذا أمثلته كثيرة جدا. نعم. وكم من إنسان حتى سواء في شراء سيارة يحتاج لها ولا في مسكن ولا كذا، لما يبتعد عن أنه يطرق باب الحرام ويمشي الباب الحلال ربي يجعل له مخرج يعني من طريق لم يكن يفكر فيه البت. فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء أمين. اللي هم عندهم يقين على ربي سبحانه وتعالى. أمين يا رب العالمين. فضل شيخ الله يبارك فيه. والله احنا ربما فما جزئية احنا لما كنا في الكواليس انت قلت لي يعني فضل. بعض الناس يتكلموا فيها مسألة انه بعض الناس تلقاه مثلا يصوم وربما مثلا ما يصليش، او بعض الناس تلقاه يصوم ويصلي وكذا وتلقاه مبتلى بكبيرة من الكبائر. أنه قلت يندرها بعض الناس يجي يقول لك هذا تو شنو حكم الصيام نتاعو، يندرى هذا صوم صحيح ولا باطل ولا كيفاش. هو هنا العلماء تكلموا في هذه الجزئية، والذي عليه أكثر العلماء والذي نميل إليه في الفتوى هو أنه ربي سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وربي سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن أشياء. والعبد إذا كان ربي سبحانه وتعالى قدره على القيام ببعض الطاعات كأن يصوم مثلا، ولكن هو قصر في بعض الواجبات الأخرى، ما نجيوش إحنا الشخص هذاك نقول له أنت إذا كان أنت ما دام أنت مش باش تقوم بالعبادة الأخرى مالا أنت ربي باش يهزك لجهنم وأنت بيك وأنت صفتك وأنت نادك. لا، إحنا شو نقوله؟ نقوله يا فلان راهو لا يليق بك، أنت مؤمن تقول لا إله الله محمد رسول الله، رأوا ربي اللي فرض عليك الصوم هو اللي فرض عليك باش تصلي. نعم. فلا يليق بك أنك أنت تصوم كانك تقول يا ربي أنا نؤمن بقوله من شهد منكم الشهر فليصوم وأقيم الصلاة، هذه يا راي ما تساعدنيش. يعني هذا نقول له يا أخي راك تخشى على نفسك أن تدخل تحت قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون. نعم. ببعض، فلا يليق بك هذا. ولكن نقول لك يا إنسان حافظ على صيامك واستعن بالله، أشرع في أنك تصلي واطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقويك على أنك أنت تستمر في صلاتك حتى تثبت عليها، وجاهد نفسك، وإذا كان انقطعت مدة توب الرب سبحانه وتعالى وارجع صلي والصلوات ذيك أقضيها فيما بعد حتى يثبتك ربي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تعينوا الشيطان على أخيكم،
وليس موفقا من جلس يفتي الناس فقنطهم من رحمة الله عز وجل. يعني أنا نحاول الناس مش نحللهم في الجنة ذراع يعني ونقول لهم ما يسهلش ارتكب المعاصي والمحرمات حاشا لله، لأنه المؤمن يعني ينبغي أن يتحلى بما أمر الله به باللي هو بالصفة من صفات الله، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولذلك أهل العلم ينبغي أن يبعدوا الناس عن المعاصي. ولكن لما تلقى إنسان هو غارق تحاول أن تأخذ بيده لا أن تزيده بعدا عن الله، ورب إن شاء الله يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيك شيخ. صحيح واختلف العلماء في هذا الأمر، ولكن أغلبهم ربما إذا كان عندك رأي آخر سمعته لبعض العلماء أنا أقول مثلا منهم أحد العلماء موثوق به يقول مثلا الإنسان إذا كان صام وأدى الصيام كما هو فصومه إن شاء الله يقبل، إذا كان ارتكب معاصي أو غير ذلك سيحاسب عنها. وكيف ما قلت أنت بكري يجي السؤال هذا برشا خاصة في رمضان، يقول لك اندرا هل يصوم وما يصليش كيفاش؟ أنا أقول لهم اسأله هو، قل يا فلان أنت لماذا تصوم؟ مش يقول لك هم يقول لك يتبع في الناس وهذا صومه ما بعيد، وقال يقول لك ما ربي أمر به هو واجب وركن من أكل الإسلام. فأقول إذا لماذا لم تصلي؟ كيف تطيع الله في هذا وتعصي فيه وتعصي في هذا؟ عاد ايش يقولوا عطاوا الحديث هذاك المعروف الذي رواه احمد والترمذي عن عائشة ام المؤمنين، ذلك الرجل الذي جاء من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسأل هذا السؤال، قالوا يا رسول الله ان لي مملوكين يخونونني ويكذبونني ويعصونني يا رسول الله، قالوا وانا اضربهم واشتمهم فكيف أنا منهم يعني يوم القيامة كل الحساب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. يعني شوف العدل إليه. فجعل الرجل يبكي بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويهتف، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لهذا؟ ألا يقرأ كتاب الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الرجل بعد ذلك يا رسول الله لا أرى بدا إلا أن أطلق أجعلهم أحرارا ومعناه أعتقهم غير ذلك. فنحن إن شاء الله العبادة والصيام، فما برشا ناس ما كانوش يصلوا ما كانوش يواصلوا في التقوى في العبادة. الشيخ بارك الله فيك، الله يبارك الوقت دهمنا والتقوى فيها كثير من البيانات والحديث. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، وراجع بنا واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم. الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. Julia.